الرحمن الرحيم، أصحاب السمو أصحاب السعادة، الدكتورة هنادي المباركي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على الدعوة في هذا المؤتمر الهام، المؤتمر الافتراضي الدولي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وهذا شرف كبير لشخصي أن أكون أن أقدم كلمة في هذا المؤتمر. لا يخفى على أحد دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطور الدول وتقدمها وتحسين معيشة وحياة المواطنين، حتى أن هذه القطاعات أصبحت اليوم وكأنها مقياس لمعرفة تقدم الدول ومدى تطورها. لهذا أصبحت العديد من الدول والمنظمات كذلك تستثمر أموال طائلة للاستفادة من هذه القطاعات. في هذا الإطار أود أن أتحدث باقتضاب عن تجربة منظمة شابة تدعى أزاف. هذه المنظمة التي أشغل سفيرها وأشغل كذلك منسق على مستوى شمال إفريقيا لسفراء هذه المنظمة في شمال إفريقيا، منظمة أزاف هي منظمة إفريقية ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، وهذه المنظمة هي تعمل خاصة كمنصة شاملة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف وأجندة الاتحاد الأفريقي إلى حد سنة 2063، في التعاون الفعال بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. المهمة هذه المنظمة هي خاصة التعريف بفرص التنقل الدولي وتحسين لدى النخبة. عندما نقول النخبة هم خاصة الطلبة والأساتذة الباحثين لدى نخبة الابتكار والقدرة التنافسية في إفريقيا، من خلال دعم قابلية الشباب وخاصة منهم النساء الأفارقة وآفاقهم الوظيفية وروح المبادرة، من خلال تعزيز قدرات الشباب في المشاركة والقيادة وبناء قدرات جديدة في بعض المشاريع ذات التكنولوجيا العالية والمبتكرة، وكذلك في ريادة الأعمال الاجتماعية، وهذا من خلال الاستفادة من التنقل الدولي والاستفادة من الخبرات الأجنبية وخاصة منها في الاتحاد الأوروبي عبر القيام بتربصات في الخارج. فهي منظمة تقوم بتمويل التربصات النخبة من الباحثين ومن الطلبة، خاصة طلبة الدكتوراه، للقيام بتربصات في الخارج والاستفادة من الابتكار والاستفادة من التقدم العلمي لهذه الدول. يستفيد من هذه المنظمة المئات إن لم أقل الآلاف من الشباب الأفارقة وخاصة منهم النساء، ومن أولياتها من أوليات هذه المنظمة هي نشر ثقافة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار. وهذا هو موضوع هذا المؤتمر الذي أجده مؤتمر هام جدا. وأتقدم في الختام من جديد بالشكر الموصول للدكتورة هنادي المباركي على هذه الدعوة. شكرا لكم. نشكر سعادة